الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع حل اختبار الفصل الثاني عشر مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، قرب كل مما يأتي إلى أقرب عدد صحيح. عدد صحيح يعني نشوف العدد اللي قبل الفصل العشرية، لو كان 5 أو أكثر أو 50 أو أكثر زود، أقل ما زودش. هنا الأربعة هتزيد يبقى تساوي 5. هنا الـ24 دي أقل من 50%، يبقى الـ25 مش هتزيد. الـ58 تزود، يعني دي تصير 9. الـ34 ما تزودش. ليه؟ أقل من 50%. أكتر من 50% أو 5، لو 5 من 10 أو 50 من 100 تزود. نروح الناحية التانية كده بالمرة، أو بالناتج الجمع والطرح علشان نخلص بالمرة. هنا 7 ما ينفعش تتجمع مع إيه؟ 97 ما ينفعش تتجمع مع 4، لازم أحط 0. طيب ناخد بقى 7 و0 7، 9 و4 11، 9 4 13، 3 ومعايا الواحد، حط الواحد فوق الـ40، وبعدين نروح نعمل له علامة عشرية علشان ما ننساش. 9 و4 13 اهو، الواحد بقت 4، 4 و1 5 و8 13. أوجد ناتج الجمع والطرح، معلش هنا قرب. خلاص هنا طبعا 9 ما ينفعش تبقى الواحدة، لأن في رقمين الناحية التانية، 48 لازم أحط 0، لازم أحط 0. خلاص الصفر مش باين، همسحه لكم وأجيبه لكم ناحية 9 شوية عشان تشوفوه أهو. دلوقتي 0 و8، 0 ناقص منه 8 ما ينفعش، هاخد هنا بقت 10، والتسعة بقت 8. 10 لما ناخد منها 8 يساوي 2، وبعدين عندي 8 ناخد منها 4 يفضل معانا 4. نروح نعمل العلامة العشرية علشان ما نفسدهاش الفصل العشري. بعدين 6 ناخد منها 2 هيبقى معايا 4. كده خلصنا الجزء ده اللي فوق، من هنا ومن هنا علشان يبقى طلع واحد. خلاص 4 و42 من 100، ننزل لتحت شوية، اختيار من متعدد، ونخلي معانا هاشم ده. طيب خلينا الأول بقى ناخد دوتي علشان نمشي مع بعض. أقرب عدد صحيح، الأقرب عدد صحيح هيبقى الـ2. تمام، اللي بعده، ما ناتج تقريب العدد ده هو إلى أقرب عشر؟ الـ4 ما تعطي للـ3 شيء، يبقى نرمي الـ4 وخلاص. يلا بقى نطلع فوق كده، خلاص كده ما عادش حاجتها. لا فيه، يلا نخلينا ماشيين بالترتيب علشان ما نقعدش نطلع، نمسح الشرطة دي. أنا بيقول لي قدر ناتج جمع مما يأتي بالتقريب إلى أقرب عدد صحيح. طيب أول حاجة فيه هنا رقمين، يبقى لازم أخلي هنا رقمين. بعدين هنا 0 نقصت منه 9 مش هينفع، يبقى دي 10. واللي بعدها صارت 6، 10 أخدت منهم 9 هيفضل معايا 1، 6 لما نطرح منها 0 يفضل 6. نروح نضع العلامة الفاصلة العشري. بقى عندي هنا بقى العدد الصحيح 6، هاخد منه 9 ما ينفعش، يبقى الـ6 دي تستلف واحد من اللي جنبها تصير 16.
والاثنين هتبقى واحد. 16 اخدت منهم 9 يبقى معايا كام؟ 7. وبعدين عندي واحد مش ملاقي، هسيبه زي ما هو لان مفيش حاجة تنقص منه، بقت 17. قدرها بقى، ال61 اكتر من 50 يعني اذا هتساوي 18. طيب يلا نروح للي بعده. 6 زائد 1 يعطيني 7. بعدين 5 زائد 0 تساوي 5. نعمل العلامة الفاصلة العشرية. العلامة 1 زائد 5 عادي، دي ماهيش لازم يبقوا رقمين قصاد رقمين ولا حاجة. خلاص يبقى 1 و5 6. وبعدين 3 وما فيش، هي الـ3. 57 تعطي 36 لأن أكبر من 5 تبقى 37. هو إيه التقريب بتاع عدد صحيح يساوي 37. تمام. كنا وصلنا لغاية هاشم دي صح؟ روح عند هاشم. قطع هاشم مسافة 16 كيلو متر و72. طيب ما مجموع ما المسافتين؟ هنقول له أول حاجة كده هنعمل علامة الفاصلة العشرية هنا، 2 و5 7. حلو. وعندي 7 و13 حط صفر، ومعايا 1 فوق الـ6 اهو، فوق الـ7، 7 و1 8. عندي 1 و1 2، يبقى المسافة اللي هو قطعها دي اقول له كيلو متر، كيلو متر كاف لام ميم يعني كيلو متر الاختصار بتاعه. قسم عدد على 8 ثم طرح من الناتج 2 ثم ايه، بنمسح دي الاول كده عشان نشوف. ايوه له انا عاوزين نخليها كده 32 قسمة 4، هنا 32 قسمة 8 قسمة ايه، عشان 32 هتقسم على 8 هتساوي كام؟ 4 تساوي 4. حلو، دي الخطوة الأولى. وبعدين الـ4 هننقص منها 2 هيساوي كام؟ يساوي 2. تمام. وبعدين ضرب الناتج 2 ثم ضرب الناتج في 2 في 5، أقول له 2 ضرب 5، 50 هيساوي كام؟ 10. اللي هو كده اهو الضرب، يبقى أول عدد كام؟ 32. يبقى العدد كان كام؟ 32. تمام. 32 على 8 تديني 4، 4 نقصنا منها 2 تديني 2، 2 في 5 ب 10. طيب كتبنا دي خلاص مع سمر، 16 ريال انفقت منها دي لشراء علبة عصير، وده لريال كم تبقى معها؟ اول حاجة لازم اجمع، بس خلي بالك هنا 75 وهنا 5، لازم اخليها 50، ما ينفعش رقمين مع رقم. يلا 5 و0 5، هحط بس الفاصلة كده عشان نبدأ نجمع مرة واحدة بالعمل.
أرقام جميل. 5 و0 5، حلو. 7 و5 12. لينو معايا الواحد، أحط الواحد مع الأربعة اللي فوق ده أو الثمانية هنا وخلاص عشان الدنيا ضيقة فوق. بقت 9 و7 و4 13. طيب هي كان معاها كام؟ 16. أهو كاتب هنا 16، بس لازم أعمل علامة عشرية وأحط إيه؟ وأحط فصل صفرين، لازم يبقى كده، ما ينفعش أطرح من 16. خلاص كده أقوم عامل بقى إيه؟ طرح، وأقول له يساوي. هنا الصفر ما ينفعش ناخد منه إيه؟ 5، يبقى لازم يستلف 1 ب10، اللي بعده ده هو يبقى 9، والستة صارت 5. ده الاستلاف، الأول لخمس، الستة تعطل اللي جنبي ب1 ب10، بعدين اللي جنبي أروح يستلف منها 1 ب9. دلوقتي بقى عندي 10، خدت منهم 5، فضل إيه؟ 5. وبعدين 9 خدت منها 2، فضل 7. طيب أنا عندي دلوقتي كام؟ 15 أو 5، خدت منهم 3، 2. نعمل الفصل العشاء عشان ما ننساش. هنا 1 خدت منه خلاص، يبقى هيفيض معاها كام؟ 2 ريال و75 هلله. تمام؟ أو لأن هو عاوز تتأكد، اجمع كده، اجمع دهم مع دهم هتلاقيهم طلعوا 16 ريال. اجمع كده 5 و5 10، اهو صفر. ها؟ ومعاك 1 حطه على الاثنين هيبقوا 3، و7 10، اهي صفر. حط الواحد فوق الثلاثة ب4، و14 و2 16. خلاص؟ احنا كده جبناه له بالتحقق وبالطريقة التانية. يبقى ده اللي فاض معاه، فاض معاه كام؟ شفناه 275 من 100 ريال. كيف يمكنك تقدير الناتج بتقدير العدد لأقرب عدد إيه؟ صحيح. أنا أول أطبق وبعدين أشرح له. يلا، 46 دي لا تعطي، يبقى إذن 12 فقط. دي هتبقى 90، يعني هنا رقمين وهنا رقم. دي هتعطي، يبقى كام؟ 35 زائد 12، وأجمع. يلا نجمع، 2 و5 7، و1 و3 4، يبقى طلعت كام؟ طلعت 47. اروح بقى اقول له، هو بيقول لي كيف يمكنك تجميع الناتج. اقول له اهو، مقرب ما فوق 50 في 100 بزيادة 1 صحيح، وما أقل من 50% لا يزيد شيئا، ثم نجمع الأعداد الصحيحة فيكون الناتج 47. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة والدعاء الجميل بتاع الأبطال والبطلات اللي بحبهم جميعا، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإياشة اللي لسه بينقل.
ال50% اللي هي جزء يعني من 100 ما تزودش، الا اقل من 50، لا اكتر من 50 يزود.